انهيارات صخرية تقطع طريق تيشكا، والسياح والمسافرون عالقون لساعات. شهدت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش اليوم الثلاثاء عددا من الانهيارات الصخرية بسبب الأشغال الجارية بالطريق السالفة الذكر، الشيء الذي تسبب في عرقلة حركة المرور بهذا المقطع الطرقي. وانقطعت الطريق حسب عدة مصادر بفعل الانهيارات الصخرية الكثيفة وانزلاقات التربة بسبب الأشغال الجارية بالطريق بغرض توسعتها، حيث يتم قطعها لمدة قد تفوق نصف ساعة مخافة سقوط الأحجار على مستعملي الطريق.